طبيعة المكان كمان بتفرض على الفنان شو الإشي اللي أو شو المواضيع اللي ممكن يختارها أو شو المواضيع اللي ممكن يرسمها. اليوم كل الواقع اللي حوالينا هو عبارة عن بيوت مدمرة، مش بيوت، غزة كلها بشكل عام صارت وكأنها كتلة من الصلصال في إيد فنان بشكلها بالأشكال اللي بده إياها. بحاول أرسم تفاؤل الناس، بحاول أرسم وجوه الناس اللي أنا بشوفها بالشارع، قديش فيها حزن وقديش فيها في داخلهم، يعني حابين يبكوا بكاء مش طبيعي. 99% من الشعب فقد أعزاء عليه، إذا مش إخوته، أبوه، أمه، أخته، أولاد عمهم، جيرانهم، أصدقائهم. هذه الحرب يعني يمكن الأشرس على مستوى العالم، أو يمكن في القرن 21 كلهيته، أو يمكن لا من بعد الحروب اللي سموها الحرب الأولى والحرب الثانية، هذه يمكن تكون هي الحرب الثالثة على غزة بس لحالها. يعني كل اللي صار بالعالم من حروب تجمع في غزة في 3 شهور بس. صراحة الوضع كتير كتير صعب، يعني فيش كلمات ممكن توصف الواقع اللي احنا بنعيش فيه. أنا كأسرة بعيش فيها، يعني زوجتي توي راحت أخذت الطحين وراحت تخبز عند أختها، أولادي بشوفوا وين في مكان للمية عشان يعبوه، أنا موجود معاهم بحاول أوفر لهم الاحتياجات اللازمة للبيت، بالإضافة لأنه زي ما كل الناس اليوم، يعني المبالغ او الفلوس اللي موجوده معانا اللي بروح برجعش، لانه احنا يعني فيش شغل اللي نتلقى من خلاله رواتب تزيد من المبالغ اللي موجوده معانا عشان احنا نقدر نصرف على اسرتنا. بنحاول قدر الامكان نحافظ على حياتنا، نحافظ على وجودنا بالحياه، والحمد لله لحتى الآن يعني لا نزال عايشين يعني.